اليوم بأن أتواجد في رحاب مؤسسة الزاوية للفكر والتراث من أجل مناقشة موضوع من المواضيع الأساسية المطروحة اليوم في الساحة الوطنية، أي أين نحن من مسلسل الإصلاح من خلال العمل الحكومي. تلقيت هذه الدعوة الكريمة من الأخ العزيز الأستاذ إسحاق شريعة، وهي مناسبة لنناقش ما تم القيام به، وإن كانت في اعتقادنا هناك نقائص كثيرة على هذا المستوى، وما لم يتم القيام به بعد سنتين ونصف من المسار الحكومي، الذي نعتبره في رأينا أنه ناقص، أنه يدل على أن الحكومة تعاني من حضور سياسي شبه منعدم، من ثغرات إعلامية قوية، إضافة إلى أنها ليست في الموعد بالنسبة لما أعلنت عنه هي بنفسها في تصريحها الحكومي قبل سنتين ونصف، وسنعطي ذلك بالأرقام وبالأدلة انطلاقا من التصريح الحكومي الذي ذكرت. وفي ذلك ما نطمح إليه ليس هو أننا نريد الانتقاد من أجل الانتقاد، بقدر ما نريد أن نصحح المسار وأن تكون السنتان ونصف المقبلتان أن تكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي الذي يأس حقيقة ويعرب عن خيبة أمل أساسية إزاء هذه الحكومة. اليوم في إطار الأنشطة الرمضانية التي دأبت المؤسسة على تنظيمها في النسخة الثالثة، طبعا في دورة أختيرة لها اسم القطب الشهيد سيدي عبد السلام بن مشيد رحمة الله عليه، اليوم المجلس الختامي كان مع السيد محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في موضوع بالأهمية بمكان، وهو حصيلات العمل الحكومي ورهان الدولة الاجتماعية، ليسلط الضوء على هذا الموضوع في إطار كذلك الأنشطة ولا في المواضيع التي تقترحها مؤسسة الزاوية، منها أنشطة منها مواضيع سياسية وفكرية وثقافية. فهذه السنة اختيرة وتم التواصل مع السيد نبيل بن عبد الله ليطرح هذا الموضوع، لأن المغاربة في حاجة لهذا الموضوع، الاستفادة من هذا الموضوع للاطلاع على إنجازات الحكومة، أو بين قوسين أو ما تسميه حكومة إنجاز. فبالتالي بمنطق أنه في حزب معارض، وكذلك المؤسسة موازية للحزب المغربي الحر كذلك تنتمي إلى حزب المعارضة، فبالتالي هنا جاء التوافق على هذا الموضوع للمساهمة في النقاش العمومي والمساهمة كذلك في تنوير الرأي العام وزيادة الوعي السياسي، أو تسليط لهذا المواضيع باش المغاربة يستوعبوا بأن ما ينتظر أو ما ينتظرهم في السنوات القادمة من الحكومة. فبالتالي هذه أنشطة كلها من أجل الهدف هو المساهمة في تنوير الرأي العمومي، وكذلك في النقاش العمومي، وكذلك نكون أننا مؤسسة ولا كحزب موازي أنه يعطي الإضافة للمشهد الذي يشهد نوع من الركود. السلام عليكم.